اشتباكات في عدن وسقوط قتلى وجرحى، هذه الأنباء التي أفاقت عليها العاصمة المؤقتة صباحا. أحداث أخيرة بين قوات الحماية الرئاسية وما يسمى بالحزام الأمني جاءت على خلفية الخلافات القائمة بين الحكومة الشرعية وأيضا ما يسمى بالمجلس الانتقالي الذي يقوده عيدروس الزبيدي. قبل 4 أيام المجلس الانتقالي يطالب بإقالة حكومة بن دغر، وعلى إثر تلك الدعوة قرر إقامة فعالية احتجاجية في ساحة العروب، وهو ما لم تقبله الحكومة التي سارعت إلى عقد اجتماع مع قيادة التحالف في عدن، لكن على ما يبدو لم يضف أي جديد. جاء بيان التحالف مطالبا من أسماهم بجميع الأطراف بالتهدئة وضبط النفس، غير أن الهدوء لم يستمر طويلا، بعد ساعات من البيان انفجر الوضع عسكريا. هذه المرة كانت مديرية خرمكسر نقطة أولية لمسرح المواجهات، حيث أخذت بالتوسع لتنتشر قوات الحماية الرئاسية في المناطق الشمالية والشرقية للمدينة في كل من دار سعد والمنصورة والشيخ عثمان، بينما تتمركز عناصر الحزام الأمني في كالتكس وخرمكسر وسط أنباء عن تحليق مكثف للطيران الحربي.